مخيم وعدنا يجمعنا لمجموعات كشافات الروم الكاثوليك في المملكة. انطلق هذا المخيم على وعد بين الكشافة بأن يلتقوا سنوياً بروح ويد واحدة بهدف تعزيز حب العمل الكشفي والأخوة بين الأفراد. إلى المزيد. افتتحت الهيئة العامة لمجموعات كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن مخيم الهيئة الثالث للمجموعات الكشفية التابعة للمطرانية، والتي حملت عنوان وعدنا يجمعنا. والتأم ما يقارب 180 شاباً وشابة من أفراد الكشافة في مخيم عمان الدائم الذي استمر لأربعة أيام متتالية، وتضمن العديد من الأنشطة والمحاضرات المنوعة التي تحث الأفراد على حب العمل الكشفي والتطوعي، وبالأخص خدمة الكنيسة. وألقى الأب الأرشمندريت بسام شحاتيت بحضور الشماس بول جوري ومجموعات كشفية من الكنائس الرسولية كلمة رحب فيها بالمشاركين، حاثا إياهم أن يكونوا منارة تشع بنور المسيح في الخدمة الصالحة. الشعار للمخيم الوعد الكشفي يجمعنا، وأيضا هناك بعد روحي للمخيم أخذنا من الحياة الجماعة المسيحية الأولى في أعمال الرسل 5 من الفصل من الآية 32 للآية 37. كانت الجماعة المسيحية قلب واحد ونفس واحدة، وأخذنا عدة نقاط: أن نكون عين واحدة، أن يسهر الكشافة على بعضهم البعض كجماعة مسيحية مؤمنين، أن ينتبهوا لبعضهم البعض ويهتموا لبعضهم البعض، يد واحدة أن يساعدوا بعضهم البعض الكشافة، وقلب واحد أن يحبوا بعضهم البعض ويشعروا مع بعضهم البعض، أن يكون هناك رجل واحدة الطريق التي يسلكوها أن يسلكوا الطريق الصحيح، وأن يسلكوا الطريق التي يجب أن يسيروا فيها. وأيضا السمع لا ينقل الأسماء الأخبار السيئة، وإذا سمعوا خبر سيء يدخل من أذن والأذن الثانية توقفه، ولكن الكشاف أن ينشر الخبر السار والخبر الجيد. وفي الختام الحاسة السادسة أن يشعر الإنسان مع الشخص الآخر بدون ما يتكلم، بدون من خلال النظرة يفهم ماذا يريد، وهنا تكون الجماعة المسيحية مجموعة الكشاف جماعة متضامنة ومتحدة. وألقى الأمين العام لكشافة ومرشدات الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن القائد طارق مسلم كلمة تشجيعية للأفراد ولكل الداعمين للمخيم، وأثنى على جهود فضائية نورسات فيما تقوم به من دعم للمجموعة في تغطية الأحداث المستمرة طوال العام. المخيم هو عنوانه أنه الوعد اللي بيجمع كل الفعاليات الموجودة عندنا والشباب الموجودين عندنا في المجموعات، لأنه هذه المجموعات هي في عندنا من المفرج، في عندنا من مرج الحمام، من الهاشمي، من الأربد، من المسلمات، فهم وعدوا بعض كل مخيم يرجعوا يتلاقوا، فقرروا يسموا هاي السنة وعدنا يجمعنا. وإن شاء الله يعني المخيم هلا قائم على تدريبات لهم كشفية عملية، رح يكون في عنا تدريبات، رح يكون في عنا محاضرات مفيدة لإلهم في المجتمع، رح يكون في لهم أعمال ريادة اللي هي حياة الخلاء تاعت شب الكشاف وفرد الكشاف، إنه يكون في له حياة الخلاء وكيف يطبق حياة الخلاء. وإن شاء الله إنهم ينبسطوا ونقدر نوصل رسالتنا اللي حاملينها لهدول الأطفال يقدر هم يستمروا فيها. ودائما نحب نشكر أهليهم، نشكر كنيستنا، ونشكر الخوارن القائمين معانا وداعميننا دائما،
ونحب كثير نشكر نور فضائية نور سات اللي دائما بتغطينا حتى في مخيماتنا بتغطينا إياهم عالميا. هذا المخيم تحت عنوان وعدنا يجمعنا. دائما الحركة الكشفية بتجمعنا كلنا تحت هدف واحد ومسمى واحد. تعلم بهذا من هذا المخيم انه نحب بعض البعض، نعمل اشياء، نتعلم اشياء كشفية ونكون بيد وحدة. ووقت ما رفعنا العلم كنا دائرة واحدة وكان في 3 اشخاص عشان 2 بيساعدوا الواحد انه يرفع العلم. هذا المخيم كثير استفدنا منه، القيادة كثير ما قصرت صراحة معنا، وبشكر جميع القيادة اللي خلتنا نكون أشخاص جيدين، وبتعلمنا الكشاف كثير أشياء، وإن شاء الله أنه نستفيد من هذا المخيم اليوم. وخلال انعقاد المخيم قام سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن بزيارة تفقدية اطلع فيها على نشاطات وفعاليات اللقاء، مقدما كلمة روحية للفرق الكشفية. كما حضر سيادته فعاليات اختتام المخيم مانحا بركته للأفراد والقادة المشاركين. سعيد جداً جداً بزيارة المخيم الصيفي للكشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك. حبيت التقي معهم بالمخيم مع كل الشباب والصبايا. أحب أوجه لهم كلمة شكر للكشافة والمرشدات الأبرشية على هذا التجمع. فوق 150 شاب وصبية مجتمعين بهالمخيم، نشكر الله عليهم. بحب أقول لهم شكراً على تعبكم، شكراً على محبتكم، شكراً على هالجهد اللي عم ينبذل. وبحب أقول كمان كلمة شكر لكل المؤسسات اللي ساعدت في نجاح هذا المخيم الصيفي للشباب والصبايا في الأبرشية. شكراً على كل شيء. بهمنا أنه يكون عندنا محل مشان يجتمعوا فيها الشباب والصبايا الكشافة والمرشدات، وخصوصاً نقدر نأمن مكان من أجل المخيمات. فكرنا ببلدة شطنة، عندنا هناك كنيسة وعندنا قاعة، وفوق القاعة ممكن نعمل شيء آخر، ولكن كله قيد الدراسي حتى نقدر نبني شيء خاص بالمخيمات يستخدموا الكشافي والشبيبي معا من أجل اللقاءات الصيفية، من أجل الاجتماعات، وبكون بالوقت ذاته نوع من الإنعاش لهذه البلدة المسيحية اللي صاروا عدد السكان فيها قليل جدا جدا.